أستشعر أننا في جلسة تحفها الملائكة، فنحن بين أيدي علماء كبار، ونحن أيضاً بين أيدي حفظة كتاب الله وحملة القرآن الكريم. بارك الله في الجميع. الآن نحن على موعد مع كلمة فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نائباً عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. المنصة الكريمة، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، معالي السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الدكتور عبد المحسن ابن محمد القاسم إمام المسجد النبوي الشريف، السادة الحضور جميعاً، لكم كل التحية والتقدير من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، متمنياً لتلك المسابقة العالمية والتي تقام برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرئاسة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، كل التوفيق والتقدير والإجلال. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وإذ نحتفل بالمسابقة العالمية 27 للقرآن الكريم، إنه لأمر مهم يدعو كل إنسان منا لأن يفكر أكثر من مرة. القرآن الكريم الذين انشغلوا به واشتغلوا به كثير، وكلهم وفقوا بفضل الله تبارك وتعالى وذكروا حتى بعد مماتهم، لأنهم اشتغلوا وانشغلوا بالعلم النافع الذي يدور حول كتاب الله عز وجل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة فيه، وكلكم يعلم ذلك جيدا. كتاب الله الكريم والذي تدار حوله المسابقة وتهفو إلى مصر قلوب المنشغلين والمشتغلين بالقرآن الكريم لحضور تلك المسابقة، ركع أمام جلاله المتكبرون والمتعندون والمتعنتون، إلا أنهم أحسوا بضآلة أنفسهم أمام كتاب الله عز وجل. وقفوا أمام هذا الكتاب الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى ليهدي أمماً وشعوباً، ورغم جبروتهم وتكبرهم إلا أنهم وقفوا أمام هذا الكتاب وهم في قمة الضآلة وفي قمة القلة أمام هذا الكتاب العظيم الذي يقوم هؤلاء جميعاً لخدمته. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة كتاب الله عز وجل، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. كتاب الله الذي يسعى الجميع لإجلاله وإعظامه أمام العالم كله، والذي انشغل به واشتغل به كل العرب، والذي تلي في مصر ونوقش في مصر بكل العلوم، بكل جوانب العلوم، تفسيراً وحديثاً وتجويداً وعلوم قرآن وما إلى ذلك، اشتهرت مصر من بين سائر دول العالم أن يكون لها حظ وافر في الحفاظ على كتاب الله تبارك وتعالى ومناقشته. وهنا أقول
إن كل من وقف أمام كتاب الله عز وجل أو تعرض لكتاب الله تبارك وتعالى بما يقلل من شأنه أو يقلل من هيبته لا أعتقد أنه سيفلح في حياته، بل إنه كمن حاول أن يتبول في بئر زمزم، وعندما قيل له لماذا تفعل هذا قال أردت أن أشتهر، ولكن شهرتهم قليلة وشهرتهم قاصرة وشهرتهم ربما تؤدي إلى عكس ما يريدون ويبتغون. لذلك فإن القرآن الكريم علامة مضيئة في تاريخ الإسلام والمسلمين، عمل من أجلها وحاول أن يظهرها حتى علماء غير المسلمين للمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة كتاب الله عز وجل، وأن ينير قلوبنا جميعاً لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ومدارسته والعمل عليه خدمة طول حياتنا. أسأل الله لكم جميعاً التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.